مشاهدينا اهلا بكم، كيف الحال؟ ملي تنتكلموا على وليداتنا وعلى الشباب ولا يعني هذه الاجيال هذه المقبله، فاحنا تنتكلموا على الجيل اللي غادي يحمل المشعل فيما بعد. هذا الجيل هذا من واجبنا اننا نعطيه كل الادوات والاليات الممكنه باش ينجح في الحياه. من بين هذه الامور هذه اشياء اللي تخصي تعلموا لوليداتنا في السن المبكر، واللي بزاف ديال الاخصائيين في مجالات التربيه تاكدوا عليها، وهي كيفاش ممكن انه يكون الشخصيه ديالو وبالتالي يكون سيرة علمية أو عملية وما ينتظرش حتى يوصل للسن اللي غادي يولج فيه للشغل. هذا هو الموضوع اللي غادي نتكلموا عليه اليوم. صباح الخير بروفيسور مجدولي النهيزي. صباح النور عزيزه. غادي نهضروا معاك على واحد الموضوع اللي غالبا كنهضروا عليه غير في المقاوله وغير في المرحله ديال البحث عن العمل كيف ما سمعتي قبيله في التقديم. موضوع ديال السيره العلميه ياك ديال الشخص والسيره العمليه كذلك ديال الشخص، اللي تعودنا اننا نشوفوا الاهتمام بها حتى كنكونوا مستعدين لولوج مجال الشغل ياك. اليوم لا دون تبدلات، كنشوفوا انه حتى واحد المجموعه من الشركات من القناه الثانيه فتحت الابواب ديالها لتلاميذ في مراحل ديال الدراسه ديالهم تيمشيو تيديروا دي ستاج وتيتعلموا. يعني ستاج حتى هو في حد ذاته تيبغي واحد السيره علميه وتيبغي كذلك ان رابور دو ستاج. هادو جوج ديال الحوايج اللي مهمين جدا، انه يدير واحد السيره ويدير ان رابور داكشي اللي شاف باش كيستعد للفتره ديال اللي غيكون مستعد فيها انه يدخل لعالم الشغل. دونك الموضوع ديالنا ديال اليوم هو كيفاش نعلم وليداتنا في مراحل مبكره انهم يوجدوا هذا لو سي في ديالهم، انهم يهضروا على لو بروفيل ديالهم بطريقه مبتكره كيف ما كاين اليوم. لو سي في دوجوردي ماشي هو لو سي في ديال شحال هادي، واستعمال كل ما هو متاح اليوم باش كنحطوا راسنا اون فالور كما تنقولوا. دونك واش المدارس اليوم تهتم بهذه المساله؟ مدارس ابتدائيه، المدارس الثانويه، الجامعه كذلك، يعني واش كاين هناك اهتمام بهذا الموضوع هذا؟ هو هذا الموضوع في الحقيقه هو بحال المستجدات اللي كنعيشوها دابا ديال الذكاء الاصطناعي وتطورات المعلومات، وهذا سافا فونيغ. ودابا ما كاينش على الاقل مثلا في المدارس الابتدائيه والاعداديه كذا مازال، ولكن راه بدات البوادر، لان دائما بادره في حقها كتجي من المجتمع. بما ان مثلا ذكرتي التجربه ديال القناه الثانيه مشكوره، هو ان هي غتحرك واحد المياه راكده الا بغينا نقولوا، وهذا تيفتح لنا الباب على ان اون انفيت يعني لي زوتر المقاولات الكبرى الى اخره باش يستقبلوا وليدات في واحد المراحل مبكره في الاعداديه. تماما، كتستقبلهم فقط يعني واحد الفتره قصيره، اسبوع اسبوعين على الاقصى، تجارب فوالا، ان ستاج دوبسيرفاسيون كما تنقولوا. جميل جدا انك تشوفي هذا الاهتمام ديال التلاميذ هكذا، وحتى ديال المدارس ديالهم اللي كيساعدوهم على هذه المراحل. صحيح، لان هذا البعد على المجال العملي واحد السنين طويله وانا غير في المدرسه والبيت وللوازيه، وهذا راه هو اللي كيعطينا من بعد واحد المجموعه ديال المشاكل ملي كيكونوا ولوج سوق الشغل. واش غنعرفوا نخدموا مع المجموعه؟ واش غنعرفوا نديروا لو بارطاج؟ واش غنعرفوا مثلا كي كتصدم بواقع مختلف تماما؟ واش غنتقبلوا النقد؟ واش غادي نعرفوا نيفوليو في واحد الوسط اللي فيه واحد المنافسه؟ ودابا مثلا وسط العمل راه غادي وكيصعب، ما بقاش شحال هذه. ولكن الوسائل ديال ابراز القدرات والمهارات راه هي دابا سهلت. علاش؟ لان عندنا لي ريزو سوسيو، عندنا لا تكنولوجي، عندنا انه مثلا الوليدات ديالنا كيبقاو مثلا كيقدروا على انهم كتكون عندهم واحد المهارات مميزه من الصغر، هو انه مثلا كيبدا يدخل في دي سيت، كيبدا يدير مثلا واحد لي فورماسيون غير هكا اونلين، كيخلص عليهم، كيبدا كومولي واحد التجربه، كيعرف مثلا يصنع لي فيديو، كيعرف يصنع المحتوى. راه كاين وليدات باقيين صغار كيعرفوا يصنعوا المحتوى، يعرفوا يديروا لي مونغا، يعرفوا. دونك مثلا من الان علاش ما نوجهوش مثلا هاد الوليد هاد التلميذ على انه مثلا من دابا يفتح واحد الصفحه مثلا في واحد ريزو بروفيسيونيل اللي تيبداها من الوقيته اللي غادي يوصل، غيلقى راسو راه بحال سنين ولا سبع سنين. هذاك في حد ذاته راه سيره ذاتيه، اكيد راه هي اللي غتولي دابا من هنا لقدام محكم وداك الشيء. راه الناس دابا مثلا في الدول المتقدمه عنده 14-15 كيجيو لي زوفر دوبورتونيتي، تماما، صوب لنا هذه، دير لنا هذه. وكاين اللي كيبدا يمول الدراسه ديالو هو باقي صغير الى اخره، كاين اللي كيوصل 18-19 كيدير ستارت اب ديالو، كيبدا يخدم. علاش؟ لان راكم هذيك التجربه، ما كنبقاوش دائما غير حنا كنقراو نقراو نقراو، بواحد الوقيته عاد غادي نوضوا نفكروا في الخدمه. اذا هذه من المسائل اللي ولات دابا متاحه جدا، وخاصه حنا كنعرفوا بان الشباب دابا هما مرتبطين بزاف بالتكنولوجيا. اذا ديما انا كنوجه بلاص ما يبقى هو غير جالس تيلعب
ولا جالس يتفرج مثلا في حوايج وكذا وتضيع واحد سميتو تنوجهو، علاش ما نديروش دي زاتولي يكونوا في المدارس، يكونوا في الثانويات، يكونوا في الجامعات. دابا الجامعه حنا رحنا بدينا في هذه الامور هذه، يعني ملي كتقول دي زاتولي تكون لقاءات مع ناس خبراء دي بروفيسيونيل اللي تيعرفوا كيفاش انهم يوجهوا الوليد دي كوتش، اللي تيعرفوا كيفاش يوجهوا مثلا هذا الشباب هذا على انه يشوف المستقبل دابا. لان حنا بحال دابا شحال هذه كنا كنشوفوا المستقبل مثلا تغييرات ما كتوقع على 5 سنين 6 سنين، عاد كيوقع شي تغيير كتبان شي شعبه جديده ولا شي مهنه جديده. دابا كل نهار كاينه مهنه، جوج مهن، 3 مهن، 10 مهن، كل نهار تيوقع تغيير، سيرتو دابا مع الاي اي، مع الانتليجونس ارتيفيسيال دون تو لي دومين. دابا راه اللي ما كيميتريزيش اللغات الاجنبيه سيرتو الانجليزيه والاي اي راه غيبقى متاخر جدا. وبالتالي فهذا هو اللي غيخلينا ان ذاك الشباب نقولوا لهم فيقوا. وهذا نزيد قضيه اخرى انه مهم جدا لان تيكمل لهم حتى الدراسه، لان ملي تينفتح التلميذ على حوايج اخرى. شوف غير ملي كنديروا لي الوزير وكنديروا الفنون وكنديروا الرياضه وكنديروا، ملي كيكون الطفل منفتح على ذوك الحوايج كيأثر ليه داك الشيء على على التفوق ديالو الدراسي. عكس اللي كيظنوا البعض، تضيع هي الوقت في الكره، تضيع اللي خص غير تأطيروا النظام. كذلك ملي كيولي واحد الشاب ولا واحد الطفل عارف راسو بانه بداو الناس تيدخلوا عنده في البروفيل ديالو، بداو الناس تيفيليسيتيوه، بداو الناس تيقولوا ليه تبارك الله عليك تتعرف تصوب هادشي مزيان، حيت حنا عندنا مشكل كبير ديال الثقه، لان المجتمع باقي كيتهم وانت ما كتعرفش وانت ما باغيش، والام تنقر والاب والمعلم عيط لهم يقول لهم الولد ما باغيش يقرا، الوغ كو هو يقدر يكون سيغ دوي ولا يقدر يكون شي حاجه. فهذا مجال حتى فاش كنكتشفوا فيه يعني المواهب ديال الوليدات ديالنا. مساله اخرى هو الفو امبليكي لي بارون، راه الاباء والامهات ماشي القوا فريق تيقول لك انا غنحيد ليه التليفون ونحيد ليه الانترنت وما عندهم يدير بهذا الشيء، خصو يقابل قرايته. هاد الهضره راه مابقاتش كتخدم، لان لحيتي ليه انت اليوم غادي غيقلب على كيفاش غادي يدير، وغياخذ من صاحبه هذا ويقدر يدخل يدير شي حوايج اللي انت ما سايق لهمش خبر. اللهم ناثر ونوجه ونكون انا في سن مبكر معلوم، وخاصه حنا مقبلين على عطله كنعرفوا انه عاوتاني غادي تبدا لا بيريود ديال لي ستاج. صحيح، مزيان اننا ندفعوا وليداتنا في سن مبكره انهم يقلبوا على دي بتي ستاج هكا، يختلطوا يعني واحد المجموعه ديال المقاولات اللي تقدر تفتح الباب ديالها لهاد الوليدات. وهاد لي ستاج تيكونوا يعني باشكال مختلفه، يعني ماشي ضروري ان ستاج ديال مده طويله. نعم. منها فوالا هاد كيبدا هاد الاحتكاك من هاد الفتره هادي، والعطله كذلك تستغل بشكل هو مفيد. وربما هذه الفكره اللي قلتي لي كتعطينا واحد الفكره حتى هي زوينه، هو انه مثلا في الصيف كيكونوا دوك المخيمات الصيفيه اللي كيداروا كذلك، خصهم ينوعوا شويه في الانشطه ديالهم، حتى هما يدخلوا لهذا المجال، انهم يديو الوليدات لواحد مثلا اوساط مهنيه، يشوفوا كيفاش كتصاوب الاشياء. دابا كنطلعوا على مصانع فوالا تجارب مثلا بحال دابا في المانيا ومجموعه من الدول، يعني كنشوفوا الوليدات 10 سنين راه كيمشي كيبدا ستاج، في 10 سنين كيدخلوا المقاولات يبداوا لي ستاج. فاش كيكونوا في الابتدائي عندهم خرجات باش كيشوفوا مثلا كيمشيو للمعامل ديال السيارات، كيشوفوا السيارات كيفاش كيتمونطاو، كيمشيو للمعامل ديال الالكترونيك كيشوفوا داك الشيء كيفاش كيتصاوب، يعني بحيث انه الطفل من الصغر كتبدا تكون عنده واحد الفضول العلمي، كيولي عنده حتى هو ما يقول، بحيث ملي كيكون في مجمع ولا مع الوليدات ولا سميتو كيبدا حتى هو يحكي على امور اللي تيعرفها، وهذا هو اللي تيعزز الثقه وتيعزز دائما هذاك الفضول كيبقى. وثالثا ما كنبقاوش نقيموه غير بالنقطه اللي جبتي في الرياضيات والنقطه اللي جبتي في العربي، وبالتالي المدارك ديال المدارك تتفتح يعني. وتتولي حتى الدراسه ما تتبانش ممله. نعم. علاش؟ لان ملي تنديروا واحد الحاجه غير هي بداك الشكل ديالها الجاف النظامي وتنبقاو غير هي مركزين عليها وتنقولوا لهم شوفوا راه كاين غير هذا الشيء ما كاين والو، كنعرفوا بان النفس البشريه تتجر وتمل، كتبغي دائما الجديد. وحتى حاجه اخرى بزاف من حنا وجبد كتبغي تكون عندك فيزيبيليتي، كنظن ان هذه الامور هذه كتعطي رؤيه مستقبليه لهاد الوليدات بانه راه تيقرا باش يوصل لشي حاجه اللي بحال هكذا ولا بيتيتر احسن منها، ماشي ضروري كل شيء غادي يروق ليه، يمكن شي حاجه اخرى بحال اللي تنقول انا غالبا مثلا هكذا الشباب المفتاح هو الدراسه باش يوصلنا نحقوا احلام يعني ونوصلوا للاشياء اللي هي مختلفه على داكشي اللي تيكون في ايام الدراسه العاديه. هذه كترتبط بالفكره ديال المشروع الشخصي دابا اللي كانت اعتمدتها الوزاره بانطلاق من 2020 تنظم في الاصلاح الاخير. المشروع الشخصي بمعنى ان التلميذ كيبدا يفكر في المشروع المستقبلي ديالو مع الاستاذ ديالو مع الاداره مع الام والاب من واحد من الاعدادي، بمعنى بحيث كنشوفوا مثلا التلميذ شنو هو الحوايج اللي متفوق فيها، ولكن راه ما تيمكنناش نكتشفوا هذه المواهب هذه. نعم. فقط عبر المواد الدراسيه التقليديه. لا، خصنا نفتحوا المجال يدخلوا حوايج اخرى اللي كيبان لنا فيهم. نعم، وهذه المساله نتاع لو سي في باش نرجعوا لها اللي هي الموضوع ديالنا ديال اليوم، اللي هو السيره الذاتيه او السيره العلميه ديال الشخص او العمليه.
واش كتظني انها خصها تدخل في المرحله الابتدائيه ديال التلاميذ؟ واش تما فين خصهم يتعلموا يكتبوا سيره ذاتيه؟ تكون فكره تكون فقط الفكره يعرفوا، لان كاين بزاف في هذاك السن ما تيعرفوش شنو يعرفوا، لان حنا تنعرفوا بين التلميذ حتى كيوصل السنه السادسه من التعليم الابتدائي عاد كيمكن له يكون كيقدر ينتج لينا لغويا حوايج جداد. دونك هو في التعلمات ديالو في الابتدائي كيكون باقي يلاه كيكتسب هذوك المهارات الاساسيه باش يعرف يتكلم، باش يعرف يكتب، باش يعرف يدوز من اللغه للغه الى اخره. دونك كنظن انا في الاعدادي كتكون ممتازه. نعم، كنظن انه حتى في هذه المرحله كيتم يعني سؤال تلميذ ولا تلميذه لو من غير مثلا شنو هي المهنه اللي كتبغي، هنا كنبداو في هذه المساله هذه. ماشي مشكل. يعني نتعرفوا شويه على احلامهم وهذا، نربطوا حاجه بحاجه. بلو سي في وان كان مثلا بزاف الناس منهم انا ملي سولونا ملي كنا صغار داكشي اللي قلنا لهم بغينا نولي ولا حرام مع داكشي اللي ولينا بطبيعه الحال ما عندوش علاقه يعني ولكن تكون هي بدايه فكرة. يعني فوالا تفكر في المستقبل هذا هو الايجابي ديالها كانك كتفكر في المستقبل. اما باش كندوزوا للمرحله العمليه هو ان ملي كيبدا التلميذ كيطلع على لي ريزو سوسيو خلينا نخليوه يطلع عليهم بواحد الاشراف واشراقه جديده. نعم. هاد لي جينيراسيون اللي جايين ما يطلوش على لي ريزو سوسيو من خلال التفاهات وشوفوا فلان مع فلانه وشي تيتعاير ما تكونش هاد الاطلاله هذه للاسف هي اللي كاينه دابا. لا تكون ديال انت كيفاش انت تخدم وتستافد وتولي حتى انت عندك واحد البوفوار وعندك واحد الصوره وعندك واحد الثقه وعندك واحد الحوايج كتعرف ديرهم. لان دابا المشكل اللي كاين هو انك تيمكن لك تاخذي طالب في الجامعه وتقولي له الله يعطيك الستر بغيت نسولك سؤال قول لي شنو كتعرف دير، راه ما غايجاوبكش غادي يقول لك انا قريت هذه الا ماشي شنو قريتي. دابا الا بغيتك تصاوب ليا شي حاجه اش كتعرف تصاوب؟ هذا هو السؤال اللي خصو يتطرح وخصو يتطرح بكري. علاش؟ لانه اشنو كنبغي اولا الرغبه والقدره يعني. اش كنعرف ندير؟ كاينين دابا اللي تيمكن له هو باقي قبل ما يوصل للبكالوريا. انا شفت دي سكسيس ستوريز وشفت انا دي بودكاست عجيبين ومغاربه وليدات بحيث انه في 16 عام كيدير شي حوايج عزاز عليه وداك الشيء تيلقى له انتو خاص تيشجعوا تيلقى المدرسه تتشجعوا وبالتالي فاش يدير 21 22 عام تبارك الله الى ميلي بي. لان دابا حنا ولينا في صراع مع الوقت وحنا دابا هذا الشيء ما بغيناش يكون استثناءات يعني. وكاين ملي تكلمتي على لي ريزو سوسيو كاينين دي ريزو اللي هما محترمين بزاف غير لو فيت انك تتسرى فيهم تتعطيك امل في الحياه وبانه المجالات كلها مفتوحه لكل شيء سي تري بيان يعني فكره جيده جدا ان الانسان فوالا باش شويه يحيد من هذيك التفاهه اللي الان مالوغوزمون ولات هي الفكر السائد. كاين هناك البديل تيخص غير نقلبوا عليه ودايوغ سا توجور ايتي كوم سا ملي خلق الله الكون دائما كاين السلبي وكاين الايجابي وحنا اللي خصنا نعرفوا كيفاش نفرقوا بيناتهم لان بعض المرات تنغلطوا تنقولوا هذا الزمان ماشي بحال الازمنه اللي قبل سا توجور ايتي كوم سا. دونك غير خصنا حنا نتعلموا كيفاش ناخذوا الايجابي ونخليوا السلبي. دونك العشيه ان شاء الله غادي نزيدوا نهضروا على هذا الشيء كثار ناخذوا حالات اللي هي مثلا بعض الامثله اللي نجحات في هذه المجالات واللي بدات وهي صغيره بزاف وكيفاش انها اختصرت الوقت وهذا هو المهم. شكرا لك بروفيسور مجدولي الناهبي. لقاءنا يتجدد معكم بعد قليل مشاهدينا على امواج راديو دوزان من 2:30 حتى 4:00. شكرا لكم والى اللقاء.